فيروس كورونا. تواصل مديريات الشرطة والإدارات الأمنية المعنية بجهود تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، جهودها في تطبيق كافة القرارات التي يعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كل حسب اختصاصه، عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والقيام بالحملات التوعوية وحملات التعقيم والتطهير، وذلك من خلال تواجدها في مختلف مناطق المملكة. وأكدت مديريات الشرطة والإدارات الأمنية المعنية على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها.